السلام عليكم ورحمة الله. زي ما اتفقنا امبارح في الفيديو بتاع امبارح اللي اتعرفنا فيه على بعض انواع الليدات، هنبدأ نعمل اول حاجة لينا هنعمل الوناسة اللي بتركب في الفيشة تنور بالليل، ما بتستهلكش كهرباء تقريبا خالص، او ممكن تركب ما بين مفاتيح الكهرباء والفيش، البلانكاية اللي بتبقى راكبة في مفتاح البتشينو او اي انواع تانية. البلانكاية دي ممكن اخرمها واركب فيها الليدات بتاعتنا. بنبدأ الدايرة، دايرة بسيطة جدا جدا، أنا شغال بيها الحقيقة بقالي حوالي 10 سنين وزي الفل. بنملى دايرة داخل الكهرباء هنا اهوت، بيبقى عندي مقاومة 180 أوم، دي بتحد من التيار. عندي هنا المكثف اللي بيغذي التيار الرئيسي للدايرة، 22 من 100 مايكرو فاراد، 400 فولت أو 250 فولت ما تفرقش، وعليه مقاومة 1 ميجا. مست فايدة المقاومة 1 ميجا دي إن أنا لما أشيل والنسة من الكهرباء تفضي الشحنة اللي في المكثف فما تكهربش. بندخل بعد كده على 4 دايودات بيحولوا التيار من اي سي لدي سي الناحيه دي. كنت انا اتكلمت قبل كده على اننا عشان نحمي الليدات من حاجه اسمها سبايك، اللي هو التيار اللي بيجي مفاجئ لما ساعه ما بحط البتاع في الفيشه اول مره، الوناسه في الفيشه اول مره، بحط حاجه اسمها ان تي سي. بس الان تي سي دي مش منتشره قوي في مصر، مش موجوده، ممكن اشيلها، ممكن ساعتها تحرق لي دايود او حاجه، بس يعني على فترات متباعده شويه، لكن ممكن تحصل. طبعا لو ركبت يبقى احسن كتير جدا جدا. الان تي سي دي عباره عن مقاومه لما بيعدي فيها التيار فجاه مره واحده مقاومتها بتعلى جامد جدا وبعدين تنزل تاني ل 5 اوم او 4 اوم حسب الموديل بتاعها. بعد ما باخد التيار هنا هو احوله لدي سي، بعديه على زينر دايود. زينر دايود دوت بيقلل لي الفولت بتاعه للفولت المناسب للال اي ديز بتاعتنا. لو انا هحط ليدات احمر واخضر هستعمل زينر دايود 15 فولت، لو هحط ليدات ابيض او ازرق هستعمل 30 فولت. احنا اتفقنا ان كل ليد ليه حاجه اسمها الفورورد فولتج. الفورورد فولتج ده هو الفولت اللي بعديه بسنه صغيره يبدا الليد يعدي كهرباء يعني ينور. بحط بعد كده مكثف تنعيم واخد هنا هوت الليدات. المقاومه ال 4.7 من 10 اوم دي برضو وظيفتها انها تحد من التيار شويه. اهم حاجه ان انا احافظ على الليدات بتاعتي من التيار العالي، دي اهم حاجه. السيليكونات بتاعتي او الدايودات اللي بركبها، السلسله دي مشهوره قوي اللي هي الاي ان 400 ورقم بعدها. الرقم اللي بعدها دوت بيحدد الفولت اللي هي بتتحمله سواء في الاتجاه الطبيعي او في الاتجاه العكسي. فاحنا اقل حاجه عندنا 4004 وممكن نحط لحد 007، مش هتفرق خالص. لكن في الاول عايزين نبدا نشوف ازاي ممكن نقرا المقاومات، عشان المقاومات دي مهمه جدا جدا قرايتها. هي سهله جدا بس عند بعض الناس لغايه دلوقتي فيها صعوبه شويه. اي مقاومه بتتكون من 3 الوان، الـ3 الوان بتوعي بحطهم على الشمال وابدا اقراها. دايما في لون لونه ذهبي او لونه فضي بحطه على اليمين، وده بتاع نسبه الخطا في المقاومه، مش هيهمني قوي دلوقتي. لو مسكنا مثلا اي مقاومه، اول لون فيها بحطه كرقم، تاني لون بيتحط كرقم، تالت لون هو عدد الاصفار اللي بحطها جنب الارقام ده. يعني لو مسكنا المقاومه دي برتقاني برتقاني بني، البرتقاني ب3 هروح كاتب رقم 3، والبرتقاني ده ب3 هروح كاتب رقم 3، وهنا جنبهم عدد الاصفار اللي هيتحط. البني ب1 يبقى عدد 1 0، يبقى 3 3 0 يعني 330 اوم. لو مسكنا المقاومه ده، المقاومه ديت اصفر بنفسجي اسود، الاصفر ب4 البنفسجي ب7 والاسود ب0، يبقى انا هروح كاتب 4 7 وعدد الاصفار 0، يعني مفيش اصفار، يبقى المقاومه ديت 47 اوم. لو خدنا المقاومه دهيت احمر احمر بني، الاحمر ب2 يبقى اروح كاتب 2، والاحمر التاني ب2 اروح كاتب 2، والبني ب1 يبقى عدد الاصفار 0 1، اروح حاطط جنبهم 0، يبقى 2 2 0 يعني 220 اوم. طريقه سهله جدا، والبرنامج اللي كنت اديته لكم بتاع اللي اسمه الكترو درويد تقدروا تحسبوا منه المقاومات بمنتهى السهوله عشان تبقوا عارفين الالوان اللي هتشتروها ايه بالظبط. طيب تعالوا نشوف هل دقه المقاومه زي ما الـ ما الـ ما الـ الكتاب بيقول، ولا في زي ما الارقام بتقول، ولا في اختلاف بسيط. نقيسها بالافو ونشوف سوا. يلا 1 2 3. هنقيس دلوقتي بالافو مثلا اول مقاومه اهي، القيمه بتاعتها 325، في حين ان الالوان بتاعتها لو احنا شفنا 3 برتقاني برتقاني بني يعني 3 3 0 330، فده فرق الخطا ما بين الالوان والقيمه الحقيقيه. لو اخذنا المقاومه اللي بعدها، المقاومه اللي بعدها احنا قلنا انها 7 4 0 7 4 والاصفار 0، مفيش اصفار، يبقى 7 4 بس يعني 47 اوم. لو جينا هنا نلاقيها بالظبط 47 اوم.
لو خدنا المقاومة اللي بعدها وحطينا عليها الافوميتر هنلاقي ان هي عبارة عن مقاومة صحية، هنلاقي ان هي احمر احمر بني، الاحمر باتنين والاحمر باتنين والبني بواحد، يبقى صفر واحد، يبقى 220. لما اجي اقيس هنا الاقيها قايسه 221 اهو، يعني تقريبا المقاومات الارقام بتاعتها بتبقى مقاربه جدا جدا للفاليوز اللي على البتاع. نجمع المكونات كلنا، اللي عايز يعملها طبعا يعني يشتري المكونات، والمره الجايه نشوف مع بعض خطوه خطوه ازاي نركبها. يلا سلام عليكم.